ربنا كل اللي بيملكها ربنا يفكها في وشه ويرزقها يا رب. نفسي في أي حاجة ألزق منها بس كده وأكل إخواتي منها. أحمد تربة تربة ده اللي 33 سنة، محافظة الفيوم مركز أبشوان. ما أنا كنت في المدرسة بس طلعت ما لقيتش حاجة كبا وكده يعني، كانت والدتي تشيلني توديني صوب عليا وكده. من ساعة ما اتولدت شلل الأطفال بفضل ده ربنا مفيش حاجة خالص، الدنيا وحشة بايظة خالص معايا خالص والله العظيم. لما الناس أهل الكلو وكده مثلا بيديني 100 جنيه يديني 200 جنيه بتاع بصرف منها وكده يعني. أهل الكلو وكده يعني بيقبضوا 400 و400 والبنجري، تلاتة متجوزين واتنين في البيت معايا مخطوبين، ووالدتي وأبوي. الراجل تعبان ووالدتي تعبان، واخده بالأجرة، حتى مفيش عدد كهرباء ولا حاجة موصل لي من الباب التاني. نفسي في حاجة اكل من عايش واوكل اخواتي، ابويا تعبان والدتي تعبانه، وانا سواتي بقى كده متضايق وتعبان، ببص للناس وكده بقول يا رب طب انا اعمل ايه واجيب منين اي حاجه الزق مني واكل من عايش وحاجه الكبه بس تشممني الهوا. نفسي اعيش حياتي وكده يعني، نفسي في اي حاجه الزق مني بس كده واوكل اخواتي مني. نفسي بس ان انا عايش زي الناس اللي عايشه وكده بس. نفسي يا رب ربنا كل اللي بيملك ربنا يفكه في وشه ويرزقه يا رب. جمال التربة سدي، عندي 50 سنة. أحمد وعنده سنتان ونص، عنده سنتان ونص جاله العيادة. شال الأطفال، عندي خمسة غير أحمد بنات، عايشين ربنا هو اللي يعلم بينا. البنات دي مخطوبة بقالها سنتين حتى مش عارفين نكلفهم لسه، ومحدش بيساعدنا ولا حدش بيدينا حاجة، محدش بيساعدنا. أقول لما بيقعد بيعمل 10 أقفاص يعني ما يوكلوناش حتى عيش، وظهره وجعه وتعبان. عنده 65 سنة. نفسنا في النو وربنا يكرمه، وحتى نحنا متنا ما نلقى حاجة معاه ولا نلقى أي حاجة شغلنا في إيده ولا أي حاجة، ربنا يكرمه ما يحتاجش حتى. وأنا عيان عندي روماتيت وعندي واحد وتعبانة، أنا بقدرش أقوم إلا على إيدي، تعبانة. بس إن هو ما يحتاجش حد، بس هذا اللي إحنا عايزينه. الناس كلها تحبني بس أنا بقى عشان وكده كل الناس تحبني والله العظيم. بس الناس كلها تحبني ونفسي أنني ربنا يكرمني بأي حاجة من أي حد. هي حاجة بس عايش مني إخواتي وكلهم بقى ويسيبوني بقى لوحدي وكده، الواحد مش عارف يعمل ايه ويجيب ايه والله بقى اي حاجه بس كده وخلاص اعمل ايه اي حاجه ان الواحد يساعد بقى وخلاص. ومعلش بقى الواحد والله محروق منكم اول العظيم، معلش وربنا يبارك عنكم اي حاجه وحشه كده يا رب، يقول عنكم اي حاجه وحشه والواحد والله محروق قوي، معلش اي حاجه بس الواحد يلزق منها.